ومن أخبارنا المنوعة، تشارك مصر وست دول عربية أخرى بإجمالي 28 فتاة في برنامج الفتاة التكنولوجية المقام بالولايات المتحدة الأمريكية بدءا من اليوم وحتى الأول من أغسطس المقبل. وبحسب إعلان الخارجية الأمريكية، ستقوم المشاركات خلال فترة البرنامج بتعزيز وتطوير المهارات التقنية من الشبكات الأساسية وإقامة علاقات مع الموجهين الذين سيؤثرون على مستقبلهم في العمل التقني.